الشمري قصيرته شوي. يقول ان ولده الصغير يلعب عند الباب. هذا الشمري. اي الشمري. يقولوا والله في نشر تعرض له موتر وتسنى ضرب هالولاد وابعد الولاد حادث قوي شوي. وكانه ادمى الولاد وسمعوا الاسره الفرامل وطلعوا الابوه وطلعوا الاخوان والولاد غرزن في دمه. فقام واحد من الاخوان وشال الولاد وراح به المستشفى. الرجال اللي صدم الولاد الصغير نزل من سيارته وهو مذهول ومصعوق وطبيعي جدا صادم له الولاد. فقام الابوه قال يا رجال اركب موترك ما حصل له خير. وشلون وش ساخلني اوديه انا للمستشفى؟ قال لا بيودون اخوانه، اخوه جد سبقنا الحين جده رايحين قدامنا، انا ابوه وانا عافي لك عافين عنك لوجه الله، رح ما ابغى منك جزء ولا ابغى منك شيء، اخذ اسمي باخذ اسمك. قال يا رجال اركب موترك انا ابوه وعافيت عنك. الولاد يمكن صغير هو اللي ظاهر ولا هو ولا توكل على الله. الرجال توكل. يقول اللي يروي السالفه ولد اخوه الولاد الصغير ولده ولد الشايب ذا، يقول ركبت مع ابوي وانا ميقن ان ابوي ان اخوي على الدم وعلى الشيفه هذه انه متوفي. يقول دخلنا المستشفى وجدنا قريبين من قسم الطوارئ الا نسمع بتسا وليد. قال الشايب ابشرك ان ماجد طيب، هذا صوت ماجد. يقول هالشايب يقول انا في خاطري وفي صدري ان ماجد ميت وانا يعني ما ودي اكدر خاطر ابوي ولا الحادث قوي جدا. يقول في يوم جينا وقربنا من الصوت الا بصوت ماجد وماجد طيب. الله اكبر. يقولون عاد اللي يروي السالفة هو المعلق الراوي لهذه القصة، يقول إذا كان يعني ربما يكون عفو بسبب أنه عفى عن الرجل سلم الله له ابنه، فإذا كان الرجل عفى وكانت جزاه في الدنيا أن سلم الله له ولده، فما بالك بالجزاء الأعظم يوم القيامة. يا سلام يا سلام، هذا اللي حبنا نورده لكم. الله يسلمك. الله يبيض وجهك يا أبو سعد. عاد اثنين من أخويانا رايحين يعني في مشوار في الجنوب.